السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم بإذن الله غادي نعمل معكم التين الشوكي، غادي نديرو عصير. حنايا هنايا في أمريكا ما كاينش التين الشوكي، ما كنلقاوش إلا في دوك المحلات ديال الصبليون، وتيكون على شحال. المهم سبحان الله العظيم، وتيكون ماشي بحال الشكل ديال المغرب، تيكون احمر الداخل ديالو بحال غادي الغوز مغلوق ان شاء الله. Today I'm going to make the juice with the cactus or prickly pears. And in France they call le fig du barbary. اليوم ان شاء الله هعمل معاكم التين الشوكي عصير. هو التين الشوكي ما شاء الله يعني فيه كمية يعني من الفوائد، سبحان الله الفوائد بتاع التين الشوكي لا تعد، يعني سبحان الله. يعني لو دخلت وعملت جوجل ودخلت لعملوا التين الشوكي تلاقوا كتير من الفوائد للتين الشوكي، وفي البوتاسيوم كتير من البوتاسيوم، سبحان الله هو أكثر من الموز، في 900 غرام من البوتاسيوم. The cactus have 900 غرام of the potassium, more than the banana. And they have protein، وفي البروتينات، وفي الزنك، وفي النحاس. وال هو التين الشوكي ما اللي سميته هو فاكهة مهمة، ولكن ما يتاخدش على المعدة فارغة، لازم تكون يعني تاكلو أو تاكلو مع الخبز. حنا ما شاء الله سبحان الله يعني زمان كنا يعني وحنا صغار تناكلو مع الخبز. هو والتين الشوكي تعيش في بلايس اللي هي ناشفة، سبحان الله العظيم. هذه الفاكهة وهي الفاكهة الوحيدة اللي ما كي يديروش لها الكيميكال. This cactus the only fruit they cannot do any you know products or any chemical for it، سبحان الله. في كتير من الفوائد. احنا في اللي بيسمي التين الشوكي، في اللي بيسميها الهندية الكرموس، في كتير من الأسماء. إن شاء الله حوريكم ازاي يعني هقطعوا، عشان في ناس ما تعرفش يعني تقطعوا، ولو إنه أنا غسلته. I wash it and I put it doesn't have that the things to poke in the hand, but I put the gloves because I have phobia from it. We cut like this and like this. نقطعو كده. سبحان الله. شوفي فاكهة ما شاء الله، هي دي فاكهة بتاعته التين الشوكي. أنا هعمله عصير. This is the way how we cut it. عشان ما ضيعش الوقت انا قطعت هنا كده. والفاكهة سبحان الله دي بتكون يعني غوز، مش زي المغرب سبحان الله بيكون فيه اخضر وكده، يعني سبحان الله بتكون يعني الفاكهة يعني كده. شوفوا التين الشوكي، انا هاخد دي المكنة حطها وعمله. هو يعني مفيد للأولاد، بس الأولاد ما تديهمش، عشان التين الشوكي هتشوفوا في البذرة دي، البذرة دي صعبة على الأولاد يأكلوها، بس هي مفيدة للكبار سبحان، مفيدة حتى للصغار، بس عشان الأولاد يعني صفوها. ما أنا زي ما هعمل دلوقتي إن شاء الله. هي ممكن تعملي عصير برتقال، you can blend it. I'm gonna make juice with the cactus, fruit cactus, but you can put orange juice or I'm gonna put water. I need it just plain. I don't want any. I'm gonna put water on it and no sugar, no nothing. You want put orange juice? That's fine. You can put orange juice
And I'm not going to put any sugar on it. You can, instead of sugar, you can put date, subhanallah. And it's very tasty and it's very healthy and it helps a lot of sick people. And it's people, they have they are sick and use the insulin. They have the insulin on it, this kind of fruit, subhanallah. عصير. ده مفيد يعني ممكن يعني سبحان الله بس هو ما بيكونش في الكتير يعني بياخد شهرين أو ثلاث شهور بيفضل بيكون وقته بس يعني الواحد يستغل شوفوا البذر دي لو تلت الفاكهة زي كده ممكن تاكلي مع البذر بس عشان أنا طحنته يعني نصفي بس دي مفيدة ده مهم البذر ده أهم سبحان الله عامل زي الحجر بس مفيد مفيد صحي صحي قوي يعني سبحان الله ويعني في الناس المغرب راه عارفين ما شاء الله التين الشوكي كيف يعني والمفعول ديالو وأنه يعني لازم يتاكل منه كتير سبحان الله مفيد كتير there is the tin the cactus I make juice with it inshallah put it in this cup here glass here like I said you won't put it in the and it's very tasty inshallah you won't put it on the what do you call it in the I don't remember you won't put it in with the orange juice that's fine You want put you can if you don't want sugar, but don't trust me. Don't put sugar because if you put sugar, it's not going to do work, especially for the people they are sick. It's not going to help them. And this it's juice. It's very nice juice. You can drink it. You know, or you can eat the fruit. You can eat the fruit like this. The fruit. You can eat the fruit without blend it if you want to. You can eat it with the seed, the fruit. أول عصير ديالنا ديال التين الشوكي ولا الكرموس ولا الهندية. هو مع الهندية. ما شاء الله تيجي زوين وتيجي غزال here is the عصير the juice with the cactus it's very tasty and healthy the main part it's very healthy and you cure a lot of stuff a lot but just people don't eat it on the empty stomach you can eat it or eat it with bread it's very tasty Inshallah.